تعتبر فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول منعطفاً استثنائياً في حياة الطلاب، فبينما هي استثنائية في القلق النفسي الذي يصيب الطلاب وأولياء الأمور في كيفية الاستعداد لأداء الاختبارات، هي أيضاً استثنائية فيما تشهده من ظواهر غريبة وعجيبة تنتشر في هذه الفترة، حيث ينشط مروجو المخدرات في هذه الأيام التي يلجأ لها بعض الطلاب بحجة أنها تساعدهم على المذاكرة واسترجاع الدروس، وفي نهاية المطاف يقعون في شباك إدمان المخدرات. كما تنتشر ظاهرة التفحيط التي يظن البعض أنها تعبر عن مدى فرحتهم أو غضبهم بعد الاختبارات، مما يسبب حوادث مميتة لكثير من الطلاب. وبالرغم من الحملات التوعوية التي تقدمها الجهات المختصة، إلا أن هذه الظواهر لا تزال منتشرة بين الطلاب، فالبعض يرى أن دور المدرسة والشرطة لا يقل أهمية عن دور الأسرة في هذه الأيام، وذلك من خلال متابعة الأبناء وتهيئتهم نفسيا ومعنويا لأجواء الاختبارات. بدر بن مشعل، الاستديو الإخبارية، الرياض.